وقفت على حادثة عجيبة. فتاة في عمر الزهور لم تتزوج، كانت تالية للقرآن، مكثرة من ذكر الله، تقوم الليل بارة بوالديها قدر الله عليها، فأصيبت بآلام خطيرة في ساقها، ثم انتقلت إلى فخذها. وبعد مراجعات وكشفيات وتحليلات قرر الأطباء بتر ساقها، وقالوا لها استخيري واستشيري، ولا سيما استشيري والديك. فسألت أباها بما تشير علي؟ قال يا بنيتي أنت امرأة بارة، امرأة مصلية، امرأة ذاكرة، امرأة مطيعة، أبشري بالخير، ولكني أنصحك أن تستشيري أمك. فذهبت إلى أمها وقالت يا أمه أشيري علي. قالت يا بنيتي قلبي يتقطع، فلعلك تأخذين مشورة أبي. الوالدان هنا لا يريدان أن يشير عليها ببتر الرجل، ولكنهم لم يصرحوا لأنهم يخشون أن هذا رأيا طبيا وهم ليس لهم فيه رأي، فكانوا يلمحون لها أن الله جل وعلا سيحفظها، أن الله سيتولاها، ولكنها صلت ركعتين ثم ارتاحت لإجراء العملية، لأن الألم الذي في ساقها وفخذها لا يطاق. فجاءت إلى العملية وكان معها أخوها، أبوها قال لا أستطيع أن أحضر، فكان أخوها والذي معها. وكانت قبل تخديرها تقرأ آيات من كتاب الله وتذكر الله وتدعو ربها سبحانه وتعالى وتسأله أن يلطف بها، فأعطوها البنج ثم أغمي عليها وهي تقرأ القرآن وتردد بعض الآيات وتردد بعض الأذكار. جاء الفريق لإجراء العملية وكانوا أحضروا المقص، هذا المقص في مقص كبير رهيب دقيق يضعونه على الساق فيبتر الساق والعظم، فأحضروا المقص ووضعه كبير الأطباء على ساقها، ولما ضغطه لبتر الساق انكسر المقص. انظروا إلى لطف الله جل وعلا ورحمته بمن يتلو القرآن، بمن يعيش مع القرآن، بمن زاده الذكر والتسبيح والدعاء والصدق مع الله والإقبال على الله جل وعلا. كبير الأطباء قال اعطونا مقص ثاني، منذ سنوات ما استخدموا إلا هذا المقص، لكن انكسر فجأة ولا يعرف كيف انكسر. فطلبوا المقص الثاني، عطوها جرعة من المخدر من البنج زيادة، ثم جاء لإجراء العملية وأراد أن يقص الساق فانكسر المقص. هذه قدرة الله، الأمر أمر الله، والتقدير تقدير الله، والكون لله هو الذي يتصرف فيه، وربنا جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين، يحفظ عباده المؤمنين، يحفظ التالين الخاشعين ذاكرين المسبحين. فكبير الأطباء اندهش، أصابه ذهول عظيم وتفكير، فقال اعطوني اعطونا مقص. قالوا ما في إلا مقص ثالث بالمستشفى، ما في غيره. قال اعطونا المقص الثالث، أعطاها زيادة بنج، فجابوا المقص الثالث، ثم أراد أن يجري العملية فانكسر، فوضع يديه على رأسه وقال أعطوني ملف البنت، هذه لها شأن، هذه لها قصة. فأعطوه الملف وأخذ يفتش في الملف، فوجد أنها في حياتها قبل 11 عام أصيبت بحادث وأجريت لها عملية في فخذها وتم خياطة الجرح، وهي الآن عمرها فوق 20. فقام وفتح الجرح الفخذ، فلما فتح الفخذ وجد قطنا متعفنا من آثار الجرح السابق، وهو الذي يسبب الألم لها. من الذي حفظ هذه المرأة؟ من الذي حفظ هذه التالية الراكعة الساجدة القائمة التي تصلي في الليل وتقرأ القرآن البارة بوالديها؟ إنه الله، إنه الله سبحانه وتعالى. فيا أخي المبارك حش مع ربك، حش مع القرآن، اعتصم بالقرآن والسنة، واحذر من شياطين الإنس والجن، احذر من أصحاب الشهوات والشبهات أن يضلوك وهم في ثنيات الطريق، يعترضون الناس، يعترضون الشباب من أجل أن يفتنوهم بشهوة أو شبهة. اصدق مع ربك وتعامل مع الله، ومن يتعامل مع الله فهو رابح، لأن البيع معه سبحانه رابح لا محالة. لنكن مع القرآن في خلواتنا، في صلواتنا، في ركوعنا، في سجودنا، لنعش مع ربنا جل وعلا، وحذار حذار أن نقضي وقتنا وأن نعفن جوارحنا بمشاهدة ما حرم الله. لو أراد
أراد الإنسان أن يحاسب نفسه في مساء هذا اليوم، ثم قال أبشوف أبنظر ماذا نظرت إليه من أمر ما هو لي عليه، سواء كان في قناة في جوال نظر محرم، ثم قال سأنظر ماذا نظرت ببصري مما هو لي، قراءة قرآن قراءة كتاب فيه نفس. سنجد أننا استخدمنا هذه الجوارح، بصر السمع البطن الفرج اليد الرجل، استعملناها في غير ما خلقت له. فاحفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك.